معكم سهام الحيان، 25 سنة، من مدينة أكادير، من أصول يعني رودانية، قبيلة إيدوزال وزايدة فليا. بالنسبة لشنو عندي في الساك، هذا هو الساك ديالي، هذا الساك المتواضع. كون سولتيني قبل على واش كان عندي الساك، ما كانش عندي الساك، وشنو عندي في الساك، ما كانش عندي الساك، حيت انا كنت واحد الانسانه ما بحال هاد التفاصيل الصغيره، ما عنديش إلمام بهم. نقدر تكون عندي كنت شويه عسكريه، تقول لي سلاح، هي انا داك سلاح. شنو عندي في الساك؟ نبدا باول حاجه اللي هي الكمامه، اللي هي اصبحت ضروريه دابا، والله يرفع علينا هذا الداء والبلاء وهذه الجائحه ان شاء الله، ونرجعوا نقفوا على رجلينا. المغرب راه واقف على رجليه الحمد لله، ما كناش كنظنوا اننا حنايا في هذه الظروف صعيبه وغادي نكونوا واقفين على رجلينا، والحمد لله. الله ينصر سيدنا اللي كان دائما قائد هذا في جميع الظروف الصعبه، وهذه دابا اصبحت ضروريه حفاظا على صحتي وحفاظا على صحة الناس اللي كنكون على تواصل بهم دائما. بالنسبه هاد عندي مذكره في الساك، حيت الساك صغير فالمذكره خارج الساك، لانني دائما اؤمن الفكر قبل العكر والفغاجون. كندون دائما اسمي الافكار ضروري شارجور، حيت انا الا طفى ليا التليفون كنكون انا طافيه، لان الوالده كتشتم عليا بزاف. هادشي صراحه والله الا هاد الادوات الا ما كانش عندي، اقسم بالله الا هاد الادوات يلا شريتهم. فغاجو ما عرفتش هادشي اش كيقولوا لي، سلاح حتى هو العكر. ماسكارا غير اللي ول وحق الله العظيم هادشي ما كانش عندي. الا هادشي شريته باش نجي نصور معكم. باش ما نتحشمش. هذا ماشي يقولوا المهم هذا ديال فغاجو، حتى واحد هادشي عنده اسماء، كل حاجه بسميتها، داكشي كيدار هنا بسميتو، هادشي هنا بسميتو، دي مشاكل. صافي هذا جلوس، واخا ما كانش هادشي زعما هادشي مجهز عندي زعما تبارك الله. هذا حتى هو عكر ولا تراساج، وهذا كحل. عندي ستيلو، هذا ضروري باش كندون الافكار ديالي. وعلاش دايره الوقت؟ الوقت داير على الزرق الف. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين في الساك. هو انا الفلوس كنحطهم هكا كنكمشهم. هذا مكان ريمال تي في، كونسيبت زوينه. شنو عندك في الساك؟ غير لا قدر الله كون كل واحد وصاكو شنو فيه. انا هادشي اللي ترتبتو عليه استعد. فريمال تي في كنقول محطه اعلاميه مفتخر بها في جهه تسمسا. شكرا على حسن الاستضافه، الله يكبر بكم. وتنمير تنون ايوز نون اكدود نعزان اكدود ريمال تي في.